مرحبا، واه جميل، احل عينك، شميشه، واه جميل جميل جميل، الورود المتفتحه. الله الله الله، شوف شوف، هذه هي حال الدنيا. شوف سبحان الله، نزلت رحمه ربي من السماء، الارض فاذا بها مخضره، هدوز واحد الايامات سيصبح هذا الاخضرار سيصبح حطاما، هكذا كما جاء في الآية الكريمة. شو سبحان الله، كذلك يضرب الله الأمثال للناس. هذا بالخضورية والشغل نايض وهذا وهذاك الشيء وجميل، اجي واحد النهار وغتلقى الأرض ولات كحلة. نعم، وهكذا تفعل الدنيا بأهلها. فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما تحية والتقدير لكل المحبين والأصدقاء ديال عمر أبو حفص النحيلي. شكرا لكم، جزاكم الله خير. كنحيي الأصدقاء ديالي أينما كانوا، تحياتي لكم، تحية من صميم القلب. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم أينما كنتم، نساء ورجال، داخل أرض الوطن أو خارجه، فيما كنت. كنحيي خوتي المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شنو نقول لكم أخوتي، جيت يعني نقسم معكم واحد المشاركة شاركتها في ستاتيك على الواتساب. في الواتساب تبارك الله، عندي الواتساب، عندي اصدقاء كيتابعوني في الواتساب. تبارك الله، كنشوف شي منشوف في ستاتيك، تبارك الله عندي بزاف الاصدقاء، تبارك الله، يعني الواتساب اللهم بارك. نشرت واحد المنشور، وهذاك واحد الاوديو، هو اوديو كنت صيفطته لواحد الاخت، وقلت لها زعما حتى انا راه عندي طلب، كنطلب بحقي، يعني السيده اللي غنتزوج بها خص يكون فيها المواصفات كذا وكذا وكذا. هي ما عجبهاش الحال، بحال اللي ما بغاتليش. قلت لها لا، قلت لها الدين ديالنا كيامرنا به هذا، قلت لها الدين ديالنا كيعطينا النظره الشرعيه، الزوجه ملي كتبغي تتزوج بها خصك حتى تشوفها كما جاء في هذا البيت، في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم شي صحابي جاء قال له يا رسول الله انا تزوجت، هكذا في معنى الحديث، قال له تزوجت واحد البنت من الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له، قال له واش شفتيها؟ وجميل، شو الدين ديالنا زوين، يعني خصك حتى تشوفها. ما عليناش، بس كنتكلم مع ديك السيده، تكلمت معها وقلت لها واحد الساعه، قلت لها انا اختي بغيت شي زوجه تكون عوره وصمكه حدا امي، امي كتسمع وعرجه. نعاود، قلت لها انا الحلم ديالي تكون عندي شي امراه عوره وعرجه وصمكه. خي محمد الله يسر الامر، سعدات كتعيش في هذه الاجواء الجميله والورود المتفتحه، الله يحفظك السي محمد. فهمتوا الاخوان؟ يعني صيفطت داك الاوديو وعجبها الحال، قالت لي انا نقلب لك عليها، ولكن هي مسكينه ما عرفاش كيفاش عوره وسمكه وعرجه، هي ما عرفاش المعنى ديالها. فانا سبحان الله العظيم عملت واحد الفيديو وطلقت الاوديو، عملت واحد الفيديو باش نلوحوه في ستاتي ديال الواتساب. ولكن شاركوا معايا الاخوان، منهم الشيخ ديالي الغالي سيدي احمد ديال الاردن، ومنهم سيدي رشيد الشيحي ديال مدينه طنجه. يعني تبارك الله الناس لها درايه في هذا الباب. نعم، ها هو، زيد يا هذا واحد، ها هو. الله، انا ما نهضرش، طلقه خصني نتزوج بشي امراه تكون عوره وسمكه وعرجه. قال لي شوف اخوتي عرفت السالفه يا اخي، بغيت نلقى زمان اللي شافها زمان فابور كما كيقولوا، هذاك اللي جا كيقلب على بواه مختفون اخوتي اللي بان له با، فهمتوا؟ وسبحان الله العظيم، دخل عندي منهم سيدي رشيد، بدات نشوف سيدي رشيد شنو قال لي، باقي ما دخلتش. جميل، سيدي رشيد الشيحي قال لي صماء عن سماع المحرمات، وجميل. شوف فيها تلقى هذه، فيها تلقى اليوم الا ما رحم ربي، كاينه، فهمتي؟ كاينه، لا زال الخير في هذه الامه حتى تقوم الساعه. يعني صماء بمعنى صماء عن سماع المحرمات، وعوراء كما قال واحد قال جابوا لي المراه عوراء. خاي بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجزيك بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجزيك بخير، شكرا، الله يسر الامور، الله يكبر بك. منين انت؟ من الجميل ولا الجلالي؟ من الجلالي، شفت فيسبوك. تبارك الله، شمن عائله انت؟ العائله التهامي. عادل النسيب ديالنا، عادل ولد بو علال. عرفته. دابا عرفتيني؟ عرفتك وكتعرفني. دابا تنعرف منين كنتي غادي بالكاميرا. الله يرحم الوالدين، الله يحفظك، شكرا، تبارك الله عليك، تهلا، الله يرحم الوالدين.
الله نكملوا والله الا موضوع مزيان هذا. الله كما قال سيدي رشيد هو مشكور على هذه الاشاره، قال لك صماء عن سماء المحرمات، اين انتن يا نساء المسلمات، ربي قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والجميع فلا يخضعن بالقول الا من رحم ربي. كما البارح سبحان الله كنتغدى مع خوتي وعائلتي، واحد البنيته صغيره استاذه اعتماد مسكينه عندها الماكله على حد قده على حده وقده ما كطيش الدق، وسبحان الله بقيت كنتكلم معها قلت لها اعتماد انت كتاكل هذيك الماكله بحال داك النساء كيكونوا في العراسات، داك المراه كتكون في العرس زعما وكتاكلها بشويه كتشبر داك الجديق زعما فهمتوا هاب شويه وضمالي الدار بقاو يموتوا بالضحك زعما كتشبر داك الطريف د الخبز زعما الطريف د الخبز، وكيكونوا واقيلا عندهم شي حاجه في يديهم والله اعلم. وحتى شي واحد يقول لي وانت كتشوف هذا الشيء هو مالي واش انا كنعيش في شي قمر اخر ولا انا عايش معاكم باش ما نغطيوش الشمس بالغربه الله يرحم والديك هو الفقي ديالنا وانت مالك شي كنشوفوا هذا الشيء شفناه الحمد لله الذي افانا فهمتوا زعما الضفرين وهذه فهمتي والماكله زعما بشويه شنو زعما وكيما قلت لهم انا قلت لهم اللي كتبغي هذيك المراه اللي فيها الشيكي وهذا ملي كتبغي تجيب جدق ماشي تهز جدق هيدا وتجيبو نيشان حتى فهمتوا حتى تزيد هيدا ويشوف العالم ويشوف الغادي والبادي وهاد فهمتوا زعما كيما قالوا الله يقسمنا في الصبيغه ديالنا. نعم كما قلنا صماء لا تستمعوا للغناء والموسيقى، لان كما جاء في هذا الباب هذا مرا ولا راجل اللي كيسمع للدياسات وكيتصنت الكلمات الساقطات والاحوال فهمتوا هذا يوم القيامه والعياذ بالله سيصب في اذنيه ايوا زيد ابو حفصه وقف في العقبه الا انا معاك بحل الدون والعياذ بالله نطلب الله السلامة والعافية ولهذا اللي تاب الله تعالى كيتوب عليه. نعم كما قلنا فين ما تلقى هذا فين تلقى هذه المرأة هذه فين لا تسمعوا للمحرمات لا تستمعوا للموسيقى فين تلقى كاينة أو الله تكاينة كاينة زيد سيدي وعوراء عن نظر فيما لا يرضي الله تعالى شوف الله زيد سيدي وعرجاء على المشي الى الاماكن المحرمه. سيدي رشيد الغالي سير الله يحفظك وجزاك الله خيرا على هذا التوضيح وعلى هذا البيان اتممت واجملت واحسنت في هذا فجزاك الله خيرا سير الله يفتح لك الله يفتح لك سيدي رشيد الشيحي وتحياتي من الاقصى الكبير الى مدينه طنجة العاليه. الله ربي ولكن الخير لازال في الأمة الخير لازال في الأمة الحمد لله الله تكينا الخير. دابا المشكلة هي هنموتو هنندمو ما تنفعناش الندم. أنا كيعجبني نمشي في الخلا أنا راه هوت من الدار جاي على رجلي والله إلا جاي على رجلي تبارك الله كتعجبني هادي الوحدة ونتمشى في الطبيعة والله إلا لقيتوني غادي عند واحد الأخ ديالي واحد الغزال كيتهلا فيا ومشي هو كلهم تبارك الله راه عشرات خوتي تبارك الله فهمتوا كيدلوني والله الا كيدلوني بحال واحد المرضيه البارح عملت لي بيتزا لا ماشي بيتزا صاحبي حتى انا بسقطه حمارة ماشي بيتزا هذيك صاحبي شو سميتها البسطيله والله الا عملت لي البسطيله واحد المرضيه لقيتوني هنهود قلت نمشيها على رجلي وقلنا علاش ما نعملوش شي مباشر وكنت نشطان سبحان الله كنضحك مع الدراري في هذا الموضوع هذا وقلت الله تنعمل لايف قلت الله تنعمل لايف ونتكلم هيدا فهمتوا الاخوان وصراحه وحقيقه كنقولوها من هنا اللي عطاه ربي شي بنت الناس شي بنت الحلال شي دريويشه ما تعداش عليها ما تعداش اصاحبي تهلا لقيتي شي بنت الناس شي بنت اصوليه فهمتي حنا ولاو الناس كيتهموا ولا خليهم هذا كلام الناس كيبقى كلام الناس كما قال الله عز وجل في حق الإخوة ديال سيدنا يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا
الله كيقول اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. حيت المراه لابد يعني الا كان شي واحد مثلا كتبغيه ولا كذا لابد ما تنفجر لابد ومشات لها القضيه خاويه لابد ما ديك شي انفجار فهمتي تنفجر تنفجر تقدر الله يحفظ ديك شي مصيبه كبيره فهمتوا هذه من الطبيعه هذه وشكون اللي كيعرف هذا الشيء هذا قال لك بغيتي تضرب المراه كتضربها بالمراه شو 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 شكون اللي هما اللي كيفهموا بعضياتهم كيعرفوا بعضياتهم هما فهمتي ورب العالمين هاجا وقال ان كيدهن عظيم هاجا رب العالمين وقالها ولكن حنا ما كنجمعوش كلشي فهمتي لازال كاين وليدات صالحين والخير مازال قائم مهما كتشوف انت الربيع باقي كينهض وكتشوف هذا رحمه الله كتنزل باقي الخير باقي الخير في الامه الحمد لله نساء ورجال كنتكلم وسبحان الله القصه ديال الصماء والعمياء والعرجاء هذا رجل كان صاحب الزهد كان زاهد فيه الزهد نطلب الله تعالى يكرمنا بهذه الخصله هذه بهذه الشعيره هذه اي والله يجيب دابا حنا كنقولوا العمل واقف نطلب الله تعالى يوفقنا هذا احد الصالحين يوم من الايام غادي وصل وجه الجوع صاحب التفاحه القصه ديال التفاحه هو غادي وجه الجوع ولقى التفاحه يعني ماشي يحيدها من الشجره لا كما جات في المعنى ديال القصه بانه يلقاها غدا مع الواد او هكذا نعم لقى ديك التفاحه وكلاها ملي كلاها وسالا تذكر قال هاد التفاحه هادي ماشي ديالي وخصنا نعرفوا كيفاش القصه ديالها ومنين جات وديال من ايوا هو مشى كيقلب على مولاه قلب ما تقلب قلب ما تقلب حتى لقى مول التفاحه قال له الله يجازيك بخير اش وقع لي دزت على البستان ديالك واحد التفاحه دابا شنو كتطلب المطلوب ديالك في هذيك التفاحه اللي كليت يعني راه بغيت نعطيك الاجره ديال هذيك التفاحه بغيت تفك هذا بغيت تفك في الدنيا قبل الاخره حيت في الاخره تما كاين الحسنات المقابل ديالهم السيئات ما كاينش شي حاجه ما كاينش الدراهم ولا تقول لي عندك الديور وتقول لي عندك الرموكات وتقول لي الله يزيدك فهمتي ربي قال نوتيه منها من كان يريد من ومن اراد الاخره وسعى للاقبال من كان يريد حرث الدنيا زيد له في حرثه بغيتي هاد الدنيا انت كتشوف ها الاغيار اصاحبي لا يعبدون الله لا يعترفون بوجود الاله ربي قال لهم زيد خصك اسيدي قال لك اخي والله يجيب شي 100 مليون وخم الحرام اعوذ بالله مسلم يقول هذا الكلام هذا اعوذ بالله ندوخونا اصاحبي هاد الناس الله يدوخونا جريمه تجري الدنيا عندك سير بشويه عليك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ها قوتا اللهم اجعل رزق محمد ال محمد قوتا يقيمنا به صلب هذا هو الرزق دابا اليوم المشكله والطمة الكبرى كتمشي كتلقى هذيك المراه مسكينه وتحياتنا لهاد الناس الشريفات العفيفات كتلقى مراه مسكينه عندها التويمه والبصيله والقصيبه في باب ديال السوق كتكون داخل في السوق كتلقى مراه كبيره مسكينه كتسولها كتقول لها مهمتي اش وصلك لهاد الحاله هذه انت كبيره وكتبيع وتشري مزيان الله يسهل عليها انا كنقول من هنا يعني بغينا ناخذوا الجميل في هذه الحكايه هي كتجاوب كتقول لك اوليدي كتقول لك اوليدي طريف د الخبز اوليدي طريف د الخبز جميل علاش المهم انت كتصنعي هذا الصانع هذا كتقول لك اوليدي من اجل طريف ديال الخبز وكتمشي لهذاك اللي عنده عاوتاني الباكوات وعنده بغيت كنتكلم بالباكوات بزاف حيت صاحبي كانوا معايا في هذاك البلاصه اصحاب الباكوات نعم وتحياتي لخاي بوغالم الحوات صاحبي الله كتمشي عند هذاك اللي عنده الباكوات وعنده الطيار وعنده هذا وعنده هذه كتقول له واش داك انت لهذا الشيء هذا شنو الغايه كيقول لك واه حتى هو عاوتاني نفس الكلام كلام واحد كيقول لك واه القويميله كيقول لك واه كانت قاتلوا مع القويميله وبزاف على هذه القميله اخي ديالي ورجعوا للبيت القصيد ديالنا السيد مشى كيقلب على صاحب التفاحه لقى صاحب التفاحه قال له انت هذاك مول البستان صاحب التفاحه قال هذا هو الراجل اللي يتناسب معايا هو هذا هو الراجل ديال المعقول وديال هذا نشدو هذا نطرزو قال له عندي بنتي عفوا قال له لا بغيتي نتنازل لك على التفاحه حتى يعني تعمل معايا واحد اتفاق قال له ما هو قال له عندي بنتي عوره وسمكه وعرجه
لا بغيتي نتنازل لك ونعمل لك التنازل على التفاحه، خاصك تزوج لي بنتي، راها عوره وسمكه وعرجه. قال له لا مشيتي تزوجتي لي بالبنت ديالي. وسيدي الله يسامحك، الله يسامحك في التفاحه. شوف الناس، شوف حنا اليوم كنسرقوا الملايير صح، وكن نعود بالله. شوف تفاحه، شوف وقد خاب من حمل ظلما. الله تعالى يقول في حق السراق يا ربي السلامه، والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. السلامه السلامه السلامه، جزاء نكالا بما كسبا. ايوا ما عليناش احنا، المهم ديالنا هي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. هذا الحكم من رب العالمين، هذا الكلام ديال الله عز وجل. شو يعني الشفار؟ السرقه يعني هذه صفه مذمومه هذه والعياذ بالله، ادم هذين ولا الحنيف. فهو قال له دابا بغيتي نفكك من هاد التفاحه، وخصك تجوج لي بنتي، وراها سمكه وعوره وعرجه. ايوا السيد مسكين ما كتب عليه المكتب، قال له اسيدي احنا ميسرين معك، الدنيا هانيه متفقين اسيدي. فاذا بسي نعم، شو الناس اصاحبي، شو ولي هذا حسن الله يهديك، ملي نقطع لك في الاولى والثانيه فهم راسك اخوتي. الله يوفقنا للخير، فهمتي؟ الانسان يموت يندم على حياته وما تبعو الندامه، لقول الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ماشي هذه الايه اللي بغيت نقول. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إذن دابا خصك تكون الصالحين. وتحية وتقدير لجميع الأصدقاء ديالنا. حنا هودنا للمدينة، المدينة جري عليا جري عليك، طا 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 عندك أسيدي عندك، ما تخافش ما تخافش، رزقك خير ديالي ولو كان بين جبلين. الرزق ديالك هيجي هيجي. دابا حنا المشكلة ديالنا كاين تابع عند الدنيا، جري عليا جري عليك عندك دابا تهرب. هادشي اللي كنسمعوا، هذا هو حديث الساعه في كل وقت واحد. عندك الدنيا عندك، والله ما كنت ديب ما تعيش مع هاد الديب، ودا دا 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 دا. نسينا يهزونا من تما ويديونا يهزونا من القصور ديالنا، فهمتوا؟ بيت نعاس تبارك الله، حتى انا بيت نعاس، وبيت نعاس في زعما الحمام حتى انا، فهمتوا؟ وهي الصراحة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن اخوتي راه الحق بصح، راه هي المقبرة كتسنى. والله إلا واحد بنت عمي واحد المرضية تبارك الله تعالى يتغمضها بالرحمة ديالو ويجعل القبر ديالها روضة من غير الجنة، تبارك الله اللهم بارك. ماشي الفلوس، والبنت بقاها صغيرة، مشات عند ربي العالمين، مشات كيدير هاد الدار وكيدير هاد السيارة، مشات مسكينة والله العظيم. تبارك الله عليكم المرضيين، بغينا نتواصلوا معكم بما كنشاهدوا في هذا فهاد المجال التواصلي، كنشوفوا المشاكل والاحوال وروينا وجليخه. حنا الحمد لله كرمنا رب العالمين كنقولوا كلام ديال الخير، بغينا نشاركوا معكم في كل مشكل. اولا لا، هذا مكان استودعكم الله الذي لا تضيع. قرينا شويه القران، خيرنا الناس بنا في وسط المدينه ما سخيتش. والله هاد الطلب هذا خصو يتنفذ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. تحية وتقدير لكم الأصدقاء، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، مع السلامة، الله يحفظكم. انا غادي اخويا نشرب الدواء ديالي، ها واحد خليه يشرب الدواء ديالو. السلام عليكم.